الموضوع اللي كي يشغلنا دائما هو الاعتراف بالجزء ما تبقى من هذا الوطن العزيز مع الأجزاء أخرى اللي بقى كالصحراء الشرقية وإلى غير ذلك. اليوم كنسجلوا بالإيجابية الاعتراف ديال الدولة الإسرائيلية اللي عندنا معها علاقة اقتصادية بالامتياز واللي كتشتغل معنا في واحد الجو تجاري اقتصادي كبير واللي صادفناه بمدينة قطر الكبير عدة مرات، وصادفنا الرئيس الجمعية المكسيك المسلم مشكور، هذا يهودي مغربي ورئيس الجمعية المكسيكية لليهود المغاربة اللي المغرب كيتوفر على واحد الرصيد 2 مليون يهودي مغربي. وكاين هناك منسيو أزولاي، وكاين هناك واحد العدد ديال الرجال المغاربة يهود، بالإضافة إلى المنورين ديال الناس بوريطا والسي هلال اللي محزمين ومقابلين ومشمرين. شفنا أنغولا، شفنا واحد العدد ديال الدول مؤخرا ديال إفريقيا اللي هي الآن، ولن يبقى الإخوان من هاد الدول اللي بقى إلا مدة قليلة، وغادي إن شاء الله الرحمن الرحيم يتم ديالو هذا الملف في إطار السياسة المولوية السياسي الكبير جلالة الملك الله ينصره، اللي الآن بلادنا الحمد لله بالحسن العلاقة وبحكم العلاقة الطيبة اللي عندنا مع العالم، الآن أنتم كتشوفوا الإخوان الدول الأوروبية عظمى كألمانيا وإسبانيا وحال عدد الدول، وكذلك دول إفريقية كبرى وولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الآن الدولة الإسرائيلية. إذا الإخوان نحن جد سعداء بهذه الاعترافات بهذا الجزء من التراب ديالنا. وأنا كنقول لكم نهار 25 كاين وفد يهودي مغربي اللي غادي نحتضنوه القصر كبير اللي غادي يكون عنده واحد الحفل هنا، وسبق لي ضيفتهم في الدار ديالي المسلم والرئيسة الجهوية ديال اليهود المغاربة وكذلك المحافظ الجهوي اليهودي بطنجة، ومعها موحل وفد والسفير ديال الدولة البوراغواي اللي عملت لما وجبات الغذاء في الدار ديالي وصدفت في الدار ديالي، وكي يتحلوا بواحد الوطنية كبيرة. غنقول لك ربما كينافسونا في الوطنية، عندهم المغرب في الدم، عندهم الملك في الدم قسما بالله. مع العلم كنشوف بعض الافراد اللي هما من الاخوان ديالنا الفلسطينيين كيسيئوا الينا، هذا حشوم عليهم. المغرب اللي عطى الكثير لدولة فلسطين وللقدس المحتل ياك، ورغم ذلك بعض الافراد يسيئوا لنا الينا لان بحكم مشاو الجزائر وتلاقوا بعض الدرهميات وبعض المسائل. الله يهديهم، خصنا نحيدوا من هذا الشيء. حنا مغاربه، وكاين في القدس بيت المغاربه، ورئيس اللجنه محمد السادس رئيس لجنه القدس، واللي كيخصص واحد الميزانيه كل سنه واللي عنده اهتمام كبير، وكل مره كيوقع شي انفلاتات الا كيعمل موقف مشرف مشرف، ما عمر المغرب رجع وراء. اللي كيتكلم التطبع تبون، وبنكيران كيتكلموا على التطبع. نقول بنكيران التطبع وقعوا الامين العام ديالك السي العثماني، وان كان سالم ما فيه حتى مشكل وماشي تطبع، هذاك غير يرجع واحد المرفق اللي كان شدو سيدنا في 94 عاود رجع المكان ديالو مكتب اتصال. هما كيبغيو يأولوا ويخربقوا المواطنين، حنا من اجل الوحده ديال الامه، من اجل العيش الكريم، من اجل التعيش، من اجل خصنا نحاولوا ما امكن ما نكونش فينا الاذى الاخرين. وشكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيه بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.